وقف رجل ثري في شرفه قصره ينظر لاراضيه المتسعه حيث كان يملك معظم اراضي القريه واخذ يردد بصوت مرتفع انا اغنى رجل في القريه واثناء ذلك شاهد البستاني العجوز المبتسم دائما يجلس تحت شجره وقد فتح منديله الذي به رغيف خبز وقطعه جبن لكي ياكل في الظهيره بعد عمل شاق في حديقه الثري فحياه الثري وساله لماذا اراك مسرورا قال البستاني اني اشكر الله على عطاياه الدائمه لي يا سيدي تعجب الثري وساله على اي شيء تشكره على الخبز الجاف وقطعه الجبن قال البستاني نعم يا سيدي فقد وهبني الله طعاما يملا معدتي وثوبا ارتديه وسريرا انام عليه وسقفا فوق راسي ثم قال للثري اريد ان اخبرك يا سيدي عن حلم شاهدته بالامس رايت في المنام انني ارتفعت للسماء ورايت الجنه بجمالها وروعتها والعجيب انني سمعت صوتا من داخلها يقول اغنى رجل في القريه يموت الليله ثم سمعت الملائكه يسبحون ويستغفرون اصبح وجه الثري شاحبا وتسلل من الشرفه الى حجرته وارتمى على كرسيه وهو يردد اغنى رجل في القريه يموت الليله هل هذا مجرد حلم ام رؤيا الهيه لشيخ تقي وفي المساء شعر البستاني بارتفاع في درجه الحراره فاخذ يناجي ربه وقد امتلا وجهه بهجه وعندما زاد مرضه اسرع زميله باستدعاء طبيب ليعالجه وبينما كان الطبيب يلاطفه روى البستاني للطبيب الحلم الذي راه فضحك الطبيب وقال له لا تخف فان صحه اغنى رجل في القريه سليمه ولن يموت الليله وفي ساعه متاخره من الليل سمع الثري جرس الباب يضرب ووجد عاملا يعتذر له ويقول لقد مات البستاني ذهل الثري لما حدث واخذ يردد في نفسه وهو يبكي اغنى رجل في القريه يموت الليله لقد كان البستاني في نظري فقيره لكنه عند الله اغنى رجل في العالم كان غنيا بايمانه وتقواه واخلاصه لله لقد ظننت في نفسي انني اغنى رجل في القريه لكنني اكتشفت من هو الغني الان لقد صدق الله في قوله ان اكرمكم عند الله اتقاكم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم تبت اليك يا الله فسامحني واعف عني. وفي الصباح تصدق باموال كثيره للفقراء والمساكين واليتامى والارامل وطلب من اهل قريته ان يسامحوه ان كان ظلمهم، واصبح يقضي معظم وقته داخل المسجد. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير هذه قصه حقيقيه حدثت بالفعل ويرويها رجل يمني مقيم بالسعوديه فيقول اخذني كفيلي الذي اعمل عنده في سيارته لتوزيع زكاه ماله فذهبنا بمحاذاه طريق الساحل البحري حيث تنتشر القرى الفقيره وكانت الاموال موزعه في ظروف كل ظرف فيه خمسه الاف ريال وعندما خرجنا من احدى القرى الى طريق جده جيزان واذا نحن برجل عجوز وعمره سبعين سنه او اكثر لكن منظره يوحي بصحه قويه وكان يمشي على الخط العام فقال صديقي الذي اعمل معه ماذا يفعل هذا العجوز في هذه الصحراء الحاره وحده فرد سائق سيارتنا بسخريه اكيد هو يمني ودخل من دون تاشيره وقفنا بجانب الرجل وسلمنا عليه وسالناه من اين يا شيخ واين تذهب قال من اليمن ومشتاق إلى بيت الله الحرام قلنا له هل دخلت البلاد بطريقة شرعية؟ قال لا والله دخلت من غير أوراق عن طريق التهريب حيث أني لو أردت الدخول بطريقة شرعية فلا بد أن أدفع مبلغ ألفين ريال تأمينا وأنا لا أملك إلا مئتي ريال ركبت بمئة ريال ومتبقي معي مئة أخرى قال له صديقي كم امضيت من الوقت وانت تمشي على قدميك في هذه الصحراء الحارقه وفي شهر رمضان وهل انت مفطر قال الرجل امشي منذ سته ايام وانا صائم والحمد لله قال له صديقي انت الان تجاوزت اكثر من خمس نقاط تفتيش امنيه فكيف تجاوزتها قال الرجل والله الذي لا اله الا هو اني امر من امامهم واحيانا من بينهم ولم يكلمني احد منهم ثم سالته انا هل تحملت كل هذه المعاناه للحصول على عمل في السعوديه قال لا والله انا فقط مشتاق الى بيت الله الحرام اريد العمره في رمضان هنا ساله صديقي الدوريات الكثيره لم يقبض عليك وانت تسير قال قبل نصف ساعه من الان قبضت علي إحدى الدوريات قبل مسافة خمسين كيلومتر ثم سلمتني لمركز الشرطة على بعد كيلومتر واحد من هنا وسألوني إلى أين أنت ذاهب فحلفت لهم بالله أني أريد بيت الله الحرام فأطلقوا سراحي قلت في نفسي سبحان الله ربي هيأ لك رجال الأمن فنقلوك بسرعة إلى هذا المكان حتى ييسر الله لك أمرك ثم قام صديقي واعطاه ظرفين وقال خذ هذه زكاه المال اخذها الرجل وهو لا يدري كم المبلغ الموجود في كل ظرف وقال جزاكم الله خيرا فسالته تعرف العمله السعوديه قال نعم فقلت له افتح الظرف وخبئ النقود بمكان امن حتى لا تضيع فتح الرجل الظرفين وحين تاكد ان المبلغ عشره الاف ريال نظر الينا وقال اكل هذا المال لي قلنا نعم هو لك فسقط الرجل من المفاجاه في حاله اغماء شديد ونزلنا من السياره وجلسنا حوله نرشه بالماء وهو يصيح هذا المال كله لي وجلس يبكي بكاء يبكي منه الحجر وبعد ان استراح قليلا سالته عن سبب هذا البكاء الشديد انا عندي بيت في اليمن وعندي قطعه ارض بجانب البيت وهبتها لله وبنينا عليها مسجدا انا واولادي من الحجر والطين المسجد اكتمل بناؤه لكن عجزنا عن فرشه واشياء اخرى يحتاجها وكنت يوما جالسا بعد انتهاء البناء افكر كيف لي ان افرش هذا المسجد صراحه كلنا بكينا بكاء عجيبا وتذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان همه الاخره جلبت له الدنيا بحذافيرها وقوله صلى الله عليه وسلم من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. في إحدى دول الساحل الإفريقي وفي مسجد قرية من قراها تم تعيين إمام حافظ لكتاب الله. عارف باللهجه المحليه ومتفقه في الدين فاستحسن الجميع ذلك وكانت العوائل تتنافس على اكرامه في بيوتها وخاصه في شهر رمضان وبعد مده جاء دور عائله ودعوا الامام للافطار عندهم فحضر الامام بعد اداء صلاه المغرب واستقبل احسن استقبال واكرم غايه الاكرام ثم انصرف الامام وهو يدعو لهم ولما بدأت السيدة تنظيف المائدة وتنظيم غرفة الاستقبال تذكرت أنها كانت قد وضعت مبلغا كبيرا من المال على المائدة فلم تجده وبحثت في كل الغرفة فلم تجد له أثرا ولما عاد زوجها من صلاة التراويح أخبرته الخبر وسألته إن كان قد أخذ المال فنفى ذلك وبعد تفكير تذكر أنه لم يدخل بيتهم أحد غير الإمام فتوصل إلى أن المتهم الوحيد هو الإمام فغضب وتساءل كيف يقوم الإمام بذلك وهو الذي دعاه إلى بيته وأكرمه؟ أليس من المفروض أن يكون الإمام قدوة للناس؟ ورغم غضب الرجل كان حييا فكتم الأمر في نفسه واستحى أن يواجه الإمام بذلك، ولكنه في نفس الوقت صار يجتنب الإمام كي لا يسلم عليه أو يحادثه، وبعد مرور سنة كاملة وفي رمضان الموالي جاء دور نفس العائلة لدعوة الإمام إلى الإفطار مرة أخرى. ولكن الرجل تذكر حادثه السرقه فتشاور مع زوجته وكانت امراه صالحه فشجعته على ذلك قائله لعل للامام ظروفا قاهره قد اضطرته لذلك ولنعفو عنه عسى ان يعفو الله عنا وبالفعل دعا الرجل الامام فلما انهى افطاره ساله الم تلاحظ انني قد غيرت من معاملتي معك منذ رمضان الفائت قال الامام نعم ولم اتابع الامر لكثره انشغالاتي قال الرجل اسالك واجبني بصراحه لقد نسيت زوجتي مبلغا من المال فوق المائده وقد اختفى بعد ذهابك وبحثنا عنه دون جدوى فهل انت الذي اخذته قال الامام نعم انا الذي اخذته فبهت صاحب البيت ثم اكمل الامام قائلا لقد لاحظت المبلغ وكانت النافذه مفتوحه فاذا بتيار هوائي بعثر المال فجمعته حتى لا يضيع تحت الاثاث فيصعب عليكم ايجاده ثم اطرق راسه وبدا يشهق بالبكاء ثم قال: أتدري لما أبكي؟ أنا لا أبكي على اتهامك لي وإن كان بالفعل مؤلما، ولكن أبكي لأنه قد مر عام لم يقرأ أحدكم شيئا من القرآن من المصحف، ولو فتحتم المصحف ولو مرة واحدة لوجدتم نقودكم فيه. وفي كل درس كنت أوصيكم بقراءة القرآن وأذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اسرع الرجل الى المصحف وفتحه فوجد المبلغ فيه كاملا فبكى واعتذر للامام ووعده بقراءه القران هو واسرته يوميا دون انقطاع. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۗ